تملك المزرعة، تملك البيت، تملك السيارة، تملك حق، فهو لله. أنت تملك، لكن هذا الملك يذهب عنك أو أنت تذهب عنه. المزرعة يطرح عنك يطرح عنها أنت، لكن الله سبحانه أو لا تقول له ليش يا أخي استفيد من هذا؟ ليش بعت هذا؟ الجواب أنا هاي أسرتي، ليش أنا وضعي المادي كذي؟ من الأمر شيء، هذا ملكي، هذا ملك الله سبحانه وتعالى يتصرف فيه. ذيك ما شتم خلق السماوات ولا خلق أنفسنا، لا يسأل عما يفعل، ما تسأل. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار. إليه راجعون أولئك عليهم صلوات. هذا صلى الله